تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه من معالي الشيخ سلمان بن خليفه الخليفه وزير الماليه والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركز الأول والثاني في سباق جائزة المجار الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني في برقيته أن هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل رؤى وتطلعات جلالته السامية يأتي في تحقيق العديد من المنجزات التي تعود على مملكة البحرين وأبناؤها بالخير والنماء وأن ما حققه فريق ماكلارين بهذا الفوز المهم ما هو الا ثمره من ثمرات توجيهات ومتابعه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وكافه الجهود التي بذلت في التخطيط السليم والتنفيذ المميز من قبل الجميع في شركه ممتلكات البحرين القابضه في مواصله العمل على تطوير مسارات عملها للوصول للاهداف والتطلعات المنشوده